بالسؤال اللي يقول شنو هو الاستحقاق؟ الاستحقاق من وجهة نظري الشخصية هو الصورة الذاتية اللي من خلالها أني أقدر أشوف نفسي بيها، أو الصورة الذاتية اللي من خلالها طفلي يقدر يشوف نفسه بي. شلون ممكن أبني استحقاق عالي على الطفل؟ لأنه هذا البرنامج يخص الطفل، فراح نحكي على الطفل، بس هاي المعلومات نفسها تقدرون تعكسوها عليكم كأشخاص حتى تبنون أكبر أو أعلى استحقاق ممكن، اللي ممكن يخليكم أكثر سعادة بهاي الحياة. الاستحقاق قلنا انه هو الصوره الذاتيه اللي من خلالها طفل يشوف نفسه. شلون تتكون هاي الصوره الذاتيه؟ من خلال الكلمات والمفردات اللي توصل على مسامع طفلي، من خلال المشاهد اللي يشوفها طفلي، بالمختصر من خلال الرسائل اللي ارسلها الطفل من خلال سلوكياتي وياه. يعني انا كل حديث ويا اطفالي هو عباره عن رساله. اذا اقول له شكرا ماما فهي رساله، واذا اقول له شكرا عاشت ايدك هاي هم رسالة. هي الكلمة واحدة، السلوك واحد، بس رسالة كل سلوك تختلف تماماً عن رسالة السلوك الثاني. فاستحقاق طفلي يبلش من السلوكيات اللي أنا أسويها اللي ترسل له رسائل معينة، من الكلمات اللي يسمعها، من التهديدات اللي يسمعها، من التخويف اللي يتعرض له، من قلة الاحترام اللي يتعرض لها، من الاحترام اللي يتعرض له، من الحب اللي يتعرض له، من الألقاب اللي يتعرض لها. يعني هذه النقاط الأساسية اللي من خلالها أقدر أوصل بها رسالة طفلي إنه هو يا أما استحقاق عالي يا أما استحقاق ناصي. واحدة من أكثر الأشياء اللي تقلل استحقاق الطفل اللي هو الألقاب، أبو خشم، أبو راس، أزرق، أسود، أبيض، أحمر، أخضر، كل هاي الأشياء كليتها اللي إحنا نقولها بداعي بحجة الشقة، بحجة إنه أني ما يعني قابل إيش قلنا له، فتشي كلش عادي ده نضحك إحنا ده نتونس، بحجة إنه أني أريد أرضي الدائر مدايري. فواحد مثلاً يشوف ابني شعره كيرلي فأبو كفشة هذا، فأني أستحي أجاوبه وأوضح للمقابل إنه أكو فتشي اسمه استحقاق. أني ما أسمح تقول هاي الكلمات على طفلي لأنه ممكن يتأذى ويتأثر. فهاي الكلمات كليتها والألقاب توصل رسالة طفلي، الرسالة إنه أنت ما تستحق أفضل شيء من كل شيء، أنت ما تستحق أفضل حب، لأنه إحنا دنلقبك بألقاب وبنشوفك بصورة معينة. فإذا تشوفي أزرق أو أسود أو أسمر أو أبو كفشة فهو ما يشوف نفسه هو يستحق الحب من عندكم. إذا يتعرض الطفل لتهديد وتخويف فهو ما يشوف نفسه هو يستحق أفضل اهتمام، فيشوف نفسه إنه أنا أقل اهتمام أكيف علي. إذا قلتي لي شكراً عاشت إيدك أنا ما أستحق أفضل اهتمام. الرسالة اللي نوصلها لأولادنا من خلال كل سلوك يا أما رسالة تعلي استحقاق طفلي يا أما رسالة تقلل من استحقاق طفلي، والخيار